اللبناني بده من الحكومة يأمن له كل مطالبه، يعني على صعيد كل فرد لحاله يكون مأمن له على القليل الاحتياجات لكل شخص بحاجة لإله. لبنان أحلى بلد بالعالم. لبنان بلد الثقافات، لبنان بلد الحضارات وبلد الاقتصاد، وبلد الاقتصاد كمان. لبنان كان أحسن بلد. بس كيف؟ والله ما عادش لاقي شيء، ما عادش يلاقي الفقير لقمة الخبز. لقمة الخبز حق ربط الخبز أربعة رخصة 1500 ليرة. كيف يعني؟ كيف بده يعيش الواحد؟ بكل بساطة المواطن اللبناني بده من الحكومة كرامته. كرامته باختصار، لأنه كل مقومات الكرامة اللي هي العيش الكريم اللي نص عليه الدستور اللبناني ما عم بتأمنه هيدي الحكومة. ولبنان بدي أقول لكل العالم من عبركم، لبنان مش بلد فقير، لبنان بلد منهوب. بس بدي أقول شيء، إنه هن بيقعدوا مرتاحين بقصورهم واللي بدهم إياه بيجي لعندهم، بس نحن هون كلنا وكل المواطنين بيعرفوا هذا الشيء، نحن هون طالب بحقوقنا. أنا هون طالب تدافع عن بلدي، تدافع عن كل المواطنين، تاخد حقوقي من كل الوزراء والنواب. نحن اليوم على قناة السعودية بالذات بدنا نفرج العالم إنه هيدا هو لبنان يلي بيعرفوه، مش لبنان يلي عملوه الوزراء والنواب والسياسية. نحن مش بلد نفايات، نحن مش بلد متدهور اقتصادياً، نحن بدنا نحسن كل شيء، نحن بدنا نقول لا لهيدي المنظومة الفاسدة من أولها لآخرها، كلهم رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة كلهم فاسدين وكلهم ضدنا وكلهم عم ينهبوا هيدا البلد.